خوتي المواطنون المغاربه، اليوم الثلاث 12 نوفمبر 2019، هذا النهار هذا غادي ندق نقص خطر عبر هذا الفيديو على الوضعيه اللي كيعيشوها البحاره اللي كيمشيو يصيدوا في بواخر اعالي البحار. من شحال هادي كان كيتسحابني، راه هما بخير وعلى خير ومصورين الفلوس، لان شركات ضخمه شهرين في البحر، دونك كيجيب معاه الفلوس اللي كنقولوا كيجيب معاه، يعني عندهم داك البورسونتاج في الحوت. المهم بزاف ديال الحوايج قبل ما نكتشف هاد الوضع المأساوي ديالهم خلال هاد الأسابيع اللي جلست معاهم. الأسبوع اللي فات دخلت لواحد جوج ديال البواخر ديال الصيد في أعالي البحار، لأن كاين لاغي بيولوجيك واقفين في الميناء، ودخلت وشفت فاش كيعيشوا وكل شيء. هذاك الشيء علاش درت هاد الفيديو، باش نقول وكوكا عباد الله، هاد الناس هادو راهما عبيد ديال هاد الناس اللي خدامين عندهم. هاد الناس عايشين واحد الوضعية كارثية. في اكادير عندنا تقريبا حوالي 1000 بحر، هادو اللي كيمشيو لاعالي البحار، ما كندويش على الصيد التقليدي ولا الصيد الساحلي اللي غنتكلم عليهم في فيديوهات واحد اخرين، لكن هادو ديال اعالي البحار. كتعرف واحد مشى 3 شهور في البحر يصيد، خلى عائلته، خلى وليداته، ما عرفش كيفاش غيترباو دوك الوليدات. هذيك المراه واش قاده مسكينه على دوك الوليدات ولا لا، ولا خلى والديه ولا ملي كيرجع كيلقى المأساة. راه نفس الامثله كتطابق على الناس ديال الجيش ديالنا. شحال هذه ملي كانت الحروب من اجل الوحده الترابيه، كان كيمشي 3 شهور 4 شهور، ملي كياخذ بيرميسيون كيجي كيلقى عائلته تشتات، كيلقى الكوارث، كتلقى وليداته ما قراوش، كيلقى بزاف ديال الحوايج من غير واحد شي واحد اللي الله دار شي معجزه وخرجوا بخير. المهم راه نفس الحوايج كتطبقوا على هاد البحريه مساكن اللي كتعرفوا، ملي كيخرجوا كيصيدوا ما عندهمش اوقات العمل، يعني غيبدا مع 8 وغيسالي مع 12 وغادي يرتاح ومن بعد، لا لا لا، كيخدموا كونتينيو، كينعس ديك ساعه ساعتين وكيعاود ينوض ويعاود ينعس ويعاود ينوض، دوك تمشتت كلشي، كينعس 4 5 السوايع واللي بقى تماره تماره في البرد، في ديك البروده بعدين كتدخل الجسم، لان كتستنشق غير داك الهواء ديال البحر، لوميديتي. من بعد كندخلت مني شفت فين كينعسوا، اشنو غادي نقول لكم، اللهم يمشي السجن وينعس داك الشيء خانز، واحد الحاله اما الطبه ما ندويش عليها، وطبه يا مولاتي ما عرفتش انا ماش كيديروش ديزانفيكسيون ديال الباطويات، كيفاش الطبه عايشه تما مع الحوت مع الشبكه مع داك التخربيق، علاش ما كيديروش كاين شركات ديغاتيزاسيون وينقيو داك الشيء من سراق الزيت، كاع ما ندوي عليه الكوزينه كتنغب سراق الزيت، المراحيض ما كاينلاش دخلوا ليها، فين كيطيبوا، دويت مع واحد الكويزيني كيقول لك انا الدوله عاطيني 60 درهم النهار، واش البحري غتوكلوا 60 درهم في النهار، يعني فطور وغدا وعشاء في الوقت، كيقول لك دابا ما حتى ديك 60 ما كايناش، كيقول لك الارماتور انا كيعطيني العدس واللوبيا وهذا والخبز وهذا، وكيقول لك سير خرج، دونك اش بغيتي ندير كندير هكا. البحري اليوم ما كيمكنش ليه يدوي، ما يمكنش يدافع على حقوقه، ما يمكنش، الا شي واحد دافع، انا واحد العدد منهم تلاقيت مع اكثر من 35 واحد بين البحريه ميكانيسيانات الرئيس وداك الشيء، كيقول لك الا غير بينتيني في الكاميرا مالين هاد الشركات يمحيوني، ما بقيتش نلقى خدمه، لان في الواتساب كيدوروا التصويره ديالي والفاسيكول ديالي، حتى واحد ما يخدمني لان كلهم متفقين، دونك الصوت ديالو ما يمكنش يوصل الوزاره والغرفه. انا كنسولهم عطيوني شي ممثل ديال شي بحار، شي تمثيليه اللي بغيت ندوي معاها، ما كاينش تمثيليه عندهم، هادو بحال قلتي الطبقه المقهوره، ما كاينينش في الوزاره، ما كتسمعش لهم الوزاره، ما كتسمعش لهم الغرفه، ما كتسمع لهم حتى واحد، الطبقه المقهوره. دابا غنرجعوا للصيد عالي البحار، كتعرفوا بان دوك البواخر يرتكبون جرائم ضد البيئه. ملي كنقول ضد البيئه، كاينين حجاج بان كيلو حوز الزيت في البحر كيخويو وكيزيدوا، هنا ما كنعممش ولكن كاينين كيخويو الزيت، الزبل ديالهم كيلوحوه في البحر، ما كيدخلوش حتى للمرسى ويجمعوا الزبل ديال 3 شهور ولا، ما كاين غير في البحر. اشوفوا معايا شحال من باخره، كاينه ما يفوق على 220 باخره ديال اعالي البحار اللي كتلوح كلها الزبل في البحر من غير شي حاجه، قليله 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 جدا، كيلوحوا الزيت، الماء ديال لي تواليت وداك الشيء ما كاينلاش ندوي عليه حديت ولا حرج، يعني شي حوايج اللي ضد البيئه. هنا دابا نجيو عاوتاني للصيد، كتعرفوا بان الباخره هادو ديال اعالي البحار ملي كيلوح الشبك ايه راه عنده الرادار ديالو وكلشي، وكيجبد كيجبد انواع ديال الحوت، ومن بعد كيعزل اللي بغا واللي بقى كيلوحو كله ميت. حاجه واحده اللي كتبقى حيه هي اللي طلعت لهم الشبكه 1000 كرون، 1000 كرون قال لك كيعيش هو اللي بقى، كلشي كيموت، حتى الدوفان ولا هذا كلشي كيموت، الكوربين اللي كانت، وكيلوحو داكشي في البحر ويزيدوا. من بعد غادي نمشيو باش تعرفوا عاوتاني حتى الدوله ديالنا مقصره. هاد الطبقه اللي مقهوره، انا كنت كنقول راهم عايشين بخير وعلى خير، كيتخلصوا 6000 درهم وكاين اللي واقيلا غيتخلص اكثر، ولكن لا، منين كتعرفوا بان كيخدم البحري 6 شهور كيجلس 6 شهور،
لان كي لاغي بيولوجيك، لاغي بيولوجيك كان فيه غير شهرين، لكن نظرا للجرائم اللي ارتكبوا هاد البواخر والصيد الساحلي والفوضى اللي كانت عندنا، الثروه السمكيه ديالنا قلالت ولات 6 شهور. ملي كيجلسوا في هاد 6 شهور هادي، كتعرف ان كاين التعويض ديال الاتحاد الاوروبي لينا حنايا، كاين الدعم ديال الدوله، كاين بزاف ديال الحوايج، وحتى الدعم على الاصلاحات وهذا، ولكن البحري يخدم والشركه تدخل الفلوس والبواخر يجيبوا الفلوس، هذيك 6000 درهم الى ضربنا كيتخلص عليها الوقت اللي خدام. يعني هذيك 6 شهور اللي كيجلسوها البحري ما كيتخلصش، ما عندوش الصندوق الضمان الاجتماعي، ما عنده حتى حاجه، كيتحبس ليه كل شيء. ملي كنجيو نضربوا الحسبه شحال كنلقاو كيتخلص، 2500 3000 درهم الى طار هذا البحري في الشهر، الى قسمناه على العام، لان كيخدم 6 شهور و6 شهور كيجلس ما عنده حتى شي حقوق. دونك الشركات هادو اللي كيدخلوا هاد الملاير، علاش ما كيديكلاريوش هادوك البحريه ديالهم؟ ياك دايرين لهم سالير شهري، علاش ما كيديكلاريوهمش على سميتو على العام ويخلصوا على سنه؟ واخا جالس ما فيها باس، دخلتي مليارات نقسم الفتات مع هاد دابا من ناحيه ديال الجمارك، من ناحيه ديال مديريه الضرائب، كتعرفوا بان هاد البواخر ديال اعالي البحر ملي كتدخل الحوت كيمشي ديريكت الكونتينر، ومن تما ليكسبور. راه الا نبشتو شي شويه غادي تلقاو باش تعمروا صناديق الدوله، لان كاينه الفلوس كثيره اللي كتسلت لكم وما كتبانش، ما كيبانش لكم الا انا وصلت لبعض الحقائق والناس قابله الدوي واصلين لبعض الحقائق، حتى نتوما غادي يمكن لكم توصلوا، لان سهل ما يكون. وعاوتاني اصابع الاتهام لوزاره الصيد، الصيد البحري ما يمكن شيء. واحد القطاع نقولوا كان خدامي فيه وكنقادوه وما كندويوش مع البحاره، ملي كنقولوا ما كندويوش مع البحاره راه جرائم ترتكب في حقهم، في حق البحاره وفي حق البحر براسو. راه اليوم شي حوايج بعدا انا كندوي على البولب، البولب دابا 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 كيتصيد كاين في الوقت اللي راه هو ممنوع، ملي كندوي غير على هذا الشيء كاين شي حوايج هانتوما غادي تشوفوها، راه كارثه ترتكب بيئيه، كارثه ضد الثروه السمكيه، كارثه ضد البحاره، كيتنفعوا منها ناس على رؤوس الاصابع. هادشي ما مقبول شيء. تصوروا معايا الناس لي زارباتور، صحاب الشركات ديال الصيد اعالي البحار، هادوك هاد العائلات هادو ولا هاد البحاره ديالكم، تصوروا معايا الا تهليتوا فيهم. الى اولا غديو الرحمه، غديو الامتنان وكل شيء من عند الله، درتو خير كبير ويبقى يدعو معكم دوك الناس، هذه الاولى. الثانيه كل ما تهليتي في الخدام ديالك، كل ما غيتهلا لك في الماتيريال ديالك، كل ما غادي يعطيك اللي عنده في جهده وكل شيء غادي يعطيه لك. حاجه واحده اخرى، كل ما خلصتي الضرائب ديالك وكنتي بخير وهذا، غادي ويسر عليك الله، انت راه ماشي في ازمه ولا وقعتي في شي مشكل ما قدرتيش تخلص، لا لا، عندكم الفلوس بالملايير، داكشي لا يحصى. كيمكن لكم تبنيو واحد المغرب اللي حنا واقفين عليه، ويمكن لينا نقولوا نتوما مواطنين صالحين. حاجه واحده اخرى عاوتاني، راه 1000 عائله، ملي كان دابا كندوي غير على اكادير، ما كندويش على المرصه ديال العيون وديال طنطان، ومادام جبدت المرصه كلشي متفق على احسن مرصه هي المرصه ديال العيون. علاش مرصه ديال العيون؟ لان كلشي كيدخل ليها الحوت، كلشي ما كاينش تهريب، ما كاين حتى حاجه في الوقت اللي في المرصه ديال اكادير، كوارث هانتوما غادي تشوفوها بالتدقيق. داكشي اللي عاودوا ليا، بقيت غير شاد راسي ودرت ريكوبمون دافورماسيون، يعني ماشي شي واحد اللي قال ليا وهذا، لا، المهم درت تقنيات كيدايره ديال غوكوبمون دافورماسيون، وباش يكونوا الحجاج، داكشي خايب بزاف عاد، بارك علينا من هادشي. راه حنا بغينا مغرب جديد، بغينا واحد المغرب نقي، بغينا الناس يكونوا مواطنين، رؤوس الاموال. انا كنقولها لي زارماتور اللي عندنا في اكادير، عافاكم، هذيك 1000 عائله الله يرحم لكم الوالدين، راه يقدروا يكونوا خوتكم، يقدروا يكونوا عائلتكم، الا صنعتوا واحد الثروه بهذوك الناس، راه 1000 عائله وغتعيش معها ناس اخرين، وغاتيه هو لو كادر دو في ديالو غادي يكون مرتاح، وليداتو في بحال قلتي ماشي دون لو بوزوان، وعايشين بخير وغادي. الله يخليكم، تهلاو في هذوك البحاره، راه هذوك البحاره عايشين في الويلات في الخدمه ديالهم، وفي الطريقه ديال الخدمه ديالهم، ملي كنقول الطريقه يعني كيفاش، وفي ظروف العمل ديالهم، راه داكشي خايب بزاف عاد. دابا كنتمنى من المسؤولين يشوفوا هاد الطبقه الكادحه، هاد الطبقه اللي مكرفصه بزاف عاد، ويحاولوا يلقاو حلول. راه هاد الناس ما كيقدروش يدويو، لان الا دوا ما يمكنش ليه يخدم، ما يمكنش ليه يلقى خدمه، صافي مشى حياته تدمرات. تبارك الله عليكم، والله يسهل علينا وعليكم، والتضامن مطلق، وقلبنا معكم. البحاره راه كاينه واحد الاغنيه عليكم، الله يسهل عليكم ويسهل علينا، والنصر ان شاء الله. تبارك الله عليكم.